It's all I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن إيستر إيجز لعبة بولي في Red Dead Redemption 2، أو بمعنى آخر راح نتكلم عن الأشياء اللي ظهرت في لعبة بولي وأيضا ظهرت في عالم Red Dead Redemption 2. فيلا نخش في المقطع. طيب، أول إيستر إيج راح يكون في الساندينيس، وتحديدا في مهمة بسيطة راح تظهر لك من راعي الحانة للمدينة، ولما تيجي عنده راح يدور حوار بينك وبينه. تعال نسمع سويا. The whole saloon's overrun with rats. I'm losing business left and right. I need to get someone to get rid of them for me. I'll pay very well. I just need it done. All right, calm down. Let me see what I can do. Oh, thank God. Just be sure not to bang around the place too much. I'll wait out here. زي ما شفتوا في فيران في الحانة، واسم المهمة راتس إن سلون، واللي عليك يا آرثر مورغان إنك تخش لي الحانة وتقتل كل الفيران. طيب، إيش علاقة قتل الفيران ببولي؟ بكل بساطة يا صاحبي، في مهمة نسخة طبق الأصل من هذه المهمة لكن في عالم بولي، واسم هذه المهمة هو راتس إن لايبراري، بمعنى فئران في المكتبة. I don't want plague or a pet rat. It's your fault, Jimmy. Huh? What? No, it isn't. What are you guys talking about? The library is full of rats. And I got my pre-med test next week, amigo. طبعا زي ما شفتوا، الآن على جيمي إنه يقتل هذه الفيران اللي في المكتبة. صراحة إشارة جدا جدا قوية إلى بولي في عالم Red Dead Redemption 2، وهذا الإيستر إيج واحد من الأقوى. وأيضا في نفس هذه المهمة، لو تسمعون أصوات قتل الفيران في Red Dead Redemption 2 هي نفس أصوات قتل الفيران في بولي. اسمعوا معايا. زي ما سمعتوا، في تشابه كبير جدا في أصوات قتل الفيران للعبتين، بل إنه بعض الأشخاص قال إنه نفس الصوت في اللعبتين، ما في أي فرق. صراحة شيء رهيب جدا من روكستار، يعني روكستار هنا ضربت عصفورين بحجرة، يعني بدل ما تشتري ساوند إفكتس لفيران جديد وزي كذا، قررت إنها تستخدم الساوند إفكت القديم للعبة بولي، كذا يكون هي ضربت عصفورين بحجرة، ما خسرت فلوس واشترت مؤثرات أصوات جديدة، وأيضا راح تجنن محبين لعبة بولي وراح يقولون إنه هذا إيستر إيجز بما إنه أصوات الفيران متشابهة جدا. برافو روكستار، ضربت عصفورين بحجرة. طيب، بالنسبة للإيستر إيج الثاني في Red Dead Redemption 2، وتحديدا بالقرب من مانزنيتا بوست في نيو أوستن، في مكان معين لما تيجي عنده راح تحصل التالي.
زي ما شفتوا بنتين في جسد واحد، أو بمعنى آخر راسين في جسد واحد زي ما تشوفوا. زي ما شفتوا في لعبة بولي في بنتين بجسد واحد وراسين في جسد واحد زي ما تشوفون. طبعا اسم هذول البنتين هو ديلايلا وجيزابيل، وهذول البنتين من الصين وكانوا يستخدمون في العروض المضحكة والسيرك وغيرها. ولو تلاحظون ايضا الطلاب كانوا يخافون جدا منهم ومشمئزين من وضعهم ومو مستوعبين الامر. صراحة هذا الايستر ايج جدا جدا قوي واقوى ايستر ايج بين اللعبتين، يعني حرفيا روكستار اخذت شخصية من لعبة بولي وحطتها في عالم ريد ديد ريدمشن 2. صراحة ايستر ايج قوي، ولا ايش رايكم يا لهبيين؟ طيب الايستر ايج الثالث راح يكون في مهمة جانبية في ريد ديد ريدمشن 2، وتحديدا في مهمة اسمها نوبلست مان اند وومن. وفي هذه المهمة راح تقابل شخص اسمه جيم بوي كالوي، وزي ما تعرفون اسم بطل لعبة بولي هو جيمي هوبكنز. راح تلاحظ انه في تشابه كبير جدا في اول اسم من الشخصيات جيم وجيمي، وايضا كالوي يكنى ببوي. وايضا جيمي هوبكنز زي ما تعرفون طوال لعبة بولي يتم ذكره بكناية معينة واللي هي boy. You must be the Hopkins boy. I've got a good feeling about you, boy. You seem to be making yourself quite comfortable here, my boy. You, boy, don't just stand there. Come and help. Not the boy, boy, the plant boy. You, boy, what do you think you're doing? Hopkins, come here, boy. You painted obscene graffiti on the town hall, boy. Come and untie me, boy. You know, I think I may have judged you too unfairly, boy. You're a diamond, boy. إضافة إلى ذلك كالوي مشابه جدا لاسم غالوي، وغالوي هو أحد المدرسين الإنجليز في لعبة بولي. وأيضا في تشابه كبير جدا بين شخصية الاثنين، جيم بوي كالوي كان دائما يسكر ويشرب بشكل مفرط، وأيضا المعلم غالوي كان سكير ويشرب بشكل كبير جدا زي ما تشوفون. إضافة إلى أنه في تشابه كبير جدا بين الاسمين غالوي وكالوي. صراحة هذا الإيستر إيج جدا جدا رهيب وفي تشابه كبير بين الأسماء. A difficult subject to teach. I've tried any number of things to dull the pain. الإيستر إيج الرابع في نهاية مهمة نوبلست مان أند وومن، جيم بوي كالوي راح يتهجم على آرثر مورغان، وآرثر مورغان راح يضطر إنه يقتله. وفعلا لما آرثر يقتل جيم بوي كالوي راح تقدر تأخذ سلاحه. طيب وين الإيستر إيج في الموضوع؟ لو تلاحظ في السلاح راح تحصل في كتابة منقوشة واللي هي كانس كانم إديت، وهذه العبارة تقدر تحصلها في شعار لعبة بولي زي ما تشوفون. صراحة ما في إشارة للعبة بولي أقوى من هذه الإشارة، وهذا الإيستر إيج على حسب كلام اللاعبين أقوى إيستر إيج وإشارة للعبة بولي في لعبة ريد ديد ريدمشن 2، ولا لا يا لهبيين؟ الإيستر إيج الخامس، بعد ما تخلص الإبلوغ بجون مورستن راح يجيك أشيفمنت اسمه Endless Summer، وهذا الاسم فيه إشارة كبيرة وواضحة جدا للشابتر السادس من لعبة بولي واللي هو Endless Summer زي ما تشوفون. الإيستر إيج السادس والأخير نوعا ما ضعيف لكن يبقى إيستر إيج في اللعبة، في الشابتر الرابع وتحديدا لما آرثر وداتش يستكشفون مدينة الساندينيس، في أحد العيال يسرق شنطة آرثر. لما آرثر مورغان يمسكه راح يظهر هذا الولد. What's the problem, friend? Give me my things, boy. What are you talking about, friend? I ain't your friend, but that kid is, and he robbed from me. Now give me back my stuff and take me to Angelo Bronte. Senor Bronte. That kid was gonna show me before he robbed me. Ah.
Come on! You new in town, mister? You and them friends of yours been asking about him all over town. He been mighty disrespected. Bunch of muddy Yankees in town asking questions. Well, you and your friends should pay him a visit, mister. He's got a big house on Flavius. زي ما شفتوا في نوع من التشابه بين هذا الولد وجيمي هوبكنز، وأيضا طريقة الكلام مشابهة جدا لجيمي، إضافة إلى أنه هذا الولد قائد لهذه المجموعة ومسؤول عنهم زي ما شفنا. وأيضا زي ما تعرفون جيمي هوبكنز قائد فعلي لمجموعة من الأفراد في المدرسة، يعني في تشابه بين هذا الولد وجيمي هوبكنز، هذا قائد وهذا قائد. وأيضا من ناحية الملابس تحس انه في تشابه زي ما تشوفوا. طيب شاركونا آراءكم عن إيستر إيجز لعبة بولي في Red Dead Redemption 2، وأيضا قولوا لنا إيش أفضل شيء عجبكم من الإيستر إيجز. بالنسبة لي أنا صراحة أفضل إيستر إيج عجبني راح يكون البنتين بجسد واحد. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك واللي يجيكم هدين من البنتين، براسين وهد وفاء على طول. ها يلا سلام عليكم.